السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن خطة الجزء الثاني من التحضير لاختبار الايلتس. بس قبل ما اقولك اي حاجة لازم تشوف الفيديو للاخر عشان تعرف الخطة دي ليه مفيدة ليك، وليه اخترت لك الكتب دي تحديدا، وليه اخترت لك اليونتس دي جوه الخطة، وكمان ليه ماشيين بالترتيب ده، لانك انت لو فهمت الحاجات دي في الغالب هتبقى عندك دفعية انك تكمل الخطة، وبالتالي هتستفيد ان شاء الله وتوصل للهدف بتاعك. دي اول حاجة كنت عايز اتكلم عنها. تاني حاجة، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان يوصلك باقي فيديوهات الكورس او الكورسات الخاصة بتحضير الايلتس. لو عايز الخطة دي سيب لي ايميلك في التعليقات وقول لي انا محتاج خطة الشهر التاني، وما تحاولش ابدا تضغط الخطط مع بعضها او تقول انا هعملها في وقت قليل، لان ده يخليك ما تكملش الخطة وبالتالي مش هتستفيد منها. لو لسه ما وصلكش الخطة رقم واحد او خطة الشهر الاول، ارجع شوفها هتلاقيها تحت في الفيديوهات، هتلاقي مكتوب على رقم واحد او الفيديو افضل خطة عملية التحضير لاختبار الايلتس، وبتكلمك على ليه برضو انت مفروض تمشي على الخطة دي في الشهر الاول. ولو لسه عايزة برضو سيب لي ايميلك في التعليقات وقول لي انا محتاج الخطة رقم واحد. يلا تعالى على طول نشوف الخطة ماشية ازاي وليه المفروض نمشي عليها. زي ما انتوا شايفين دي خطة الشهر التاني ان شاء الله. وبس انا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، انك انت قبل ما تقول لي ابعت لي الماتيريال حاول الاول تفهم كويس قوي انا ليه عملت لك الماتيريال بالشكل ده، وليه انا منظمها من vocabulary reading listening speaking and writing، ليه ماشي بالترتيب ده، وليه اخترت لك اليونس دي تحديدا. طيب مبدئيا كده خليني اقول لك الاول الكتب اللي احنا بنستخدمها. احنا بنستخدم حاجة اسمها Collins for IELTS books، اللي هي فين؟ اللي هي دي زي ما احنا شايفين. دول خمس كتب من كولينز، تقريبا افضل الكتب الموجوده للتدريب على اختبار الايلتس، ومتقسمه سكيلز، يعني متقسمه فوكابولري، وده خاص بالريدنج اوكي، وهنا في ليسننج سبيكينج اوكي، اند ذا لاست وان از رايتنج اوكي. طيب زي ما احنا شايفين ان كل كتاب متقسم يونتس، خلاص. فهنا مثلا يونت 1 2 3 4، وهنا اسم اليونت، وهنا البيج نمبر او رقم الصفحه. عشان كده لو بصيت على الخطه بتاعتنا هتلاقيها منظمه بنفس الشكل، هتلاقيها برضو منظمه vocabulary reading listening speaking and writing. وزي ما قلت لك في الخطه او خطه الشهر الاول انك احنا بنبدا بالvocabulary عشان يبقى عندك حصيله لغويه ان هي تقدر تساعدك في الريدنج، وبعد كده لما تخلص الريدنج بتدخل على الليسننج. وزي ما احنا قلنا برضو ان الريدنج والليسننج اسمهم ريسبتيف سكيلز، عشان كده بتبقى مهارات بتحتاج تركيز اقل بكتير من السبيكنج والرايتنج اوكي، لان السبيكنج والرايتنج اسمهم في اللغه برودكتيف سكيلز اوكي. عشان كده انا مقسمها بنفس الترتيب، لازم تمشي بالترتيب ده كده. يبقى عموما احنا مقسمينها 4 ويكس زي ما احنا شايفين، وسكيلز كل سكيل المفروض هتاخدها في يوم، تمام. يعني مثلا ويك 1 الاسبوع الاول هتذاكر ده اول يوم يونت 6 اوكي، وبعد كده ده اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس. يعني انت عندك خمس ايام وبتاخد يومين يعني اوف او بريك، او ممكن تحل فيهم زي اختبار تيست كامل للايلتس وتشوف نقاط الضعف عندك، تمام. طيب ليه انا بقى هنا السؤال المهم، ليه مثلا انا جبت هنا يونت 6 وهنا يونت 9 وهنا يونت 8، ليه ما مشيناش بالترتيب عموما؟ لان يا جماعه في حاجه اسمها ان الفوكابولري اللي هنا مثلا بتتكلم على السيتيز المدن، تمام. في الريدنج لما تيجي تطبق هتلاقي الكلمات دي مستخدمه عندنا في المواضيع دي، لان الموضوع الريدنج هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الكوميونتي سبيريت وبيبل اند بليسز، فالبليسز والبيبل والحاجات دي كلها هتلاقي فيها جزء من السيتيز، خلاص. طيب في الليسننج هتلاقي بيتكلم على الميجريشن، يونت 8 بتتكلم على الميجريشن يعني الهجره، فالهجره طبيعي الموضوعات بتاعتها هتلاقيها بتتكلم على البيبل اند بليسز، وبالتالي هتلاقي المواضيع كونكتد تو ايتش اذر، مرتبطه ببعضها، وده هيساعدك كتير جدا في انك انت تو ديفلوب يور سكيل تحديدا في كل مهاره منهم. طيب في السبيكنج هتلاقي بنتكلم على الهوم بيبل اند بليسز برضو كونكتد، وفي الرايتنج هتلاقي برضو بيتكلم على البيبل اند بليسز تحديدا في يونت 9. وزي ما قلت لك لو احنا جبنا الكتب هتلاقيها متقسمه اندكس زي ما احنا شايفين الاسم اليونت والتوبيك. لو دخلنا على الريدنج هتلاقي نفس الكلام، اليونت والتوبيك نفس الكلام بالنسبه للليسننج زي ما احنا شايفين اوكي، الموضوعات واسمائها والبيج نمبر بتاعتها ده اللي احنا محتاجينه، وبالنسبه للسبيكنج نفس الكلام اوكي، وده كمان بالنسبه للرايتنج اوكي. تمام خلاص، نرجع تاني للخطه عشان نعرف قد ايه هي connected to each other ومرتبطه ببعضها ومعتمده على كل مهاره منهم. يعني مثلا تعالى الويك 2 كده الاسبوع الثاني، لو بصيت لقينا بنتكلم على يونت 9، يونت 9 ده في الفوكابولري زي ما احنا شايفين اوكي، هتلاقي بيتكلم على حاجه اسمها
global warming الاحتباس الحراري. فلما تيجي في الريدنج هتلاقي الموضوع اللي احنا عايزينه هنتكلم على يونت 4، في يونت 4 بيتكلم على الووتر، اوكي مشكله الميه والحاجات دي كده، وحاجه اسمها النيتشر اند انفايرمنت، البيئه والطبيعه، فكل ده مرتبط بالاحتباس الحراري. فالكلمات دي هتساعدك كتير جدا. اليونت 3 هيتكلم على الكلايمت، المناخ، والمناخ مرتبط بالطبيعه والطبيعه مرتبطه بالجلوبال وورمنج. يونت 4 هتلاقيها بتتكلم على the world around us، نيتشر اند انفايرمنت، العالم حوالينا يعني، وبالتالي هتكلم برضو على الطبيعه. وهنا يونت 4 في الرايتنج هتلاقيه بيتكلم على البايوديفيرسيتي او نيتشر انفايرمنت، كل ده ريليتد تو ايتش اذر. نفس الكلام هتلاقيه في ويك 3. يونت 8 بتتكلم على جيتنج انفولف، كالتشر اند ديفرنس، بيتكلم على اختلاف الثقافات، وبعد كده بنتكلم على اللغات طبعا، واللغات طبعا جزء اساسي من اختلاف الثقافات، فهتلاقيها مرتبطه ببعضها. كوميونيكيشن لانجويج اند كوميونيكيشن طبعا مهمه جدا عشان اللغات مهمه في التواصل، تمام. ويونت 10 بتتكلم على الفيم او الشهره، وهتلاقي معظمهم مرتبط ببعضه. ويك 4 واخر ويك هتلاقي بنتكلم على يونت 7. يونت 7 بتتكلم على the art of persuasion، يعني فن الاقناع، وهتلاقي ان عندك برضو بعض الكلمات المستخدمه. لو بصيت هنا هتلاقينا بنتكلم على youth او الشباب، وهنا برضو being young او youth اللي هو فتره الشباب، وبالتالي دي كلها مرتبطه ببعضها، تمام. يبقى كده الاربع اسابيع بتاع الشهر الثاني. وحد ممكن يسالني يقول لي طب انا في كتير جالي حد يعني سالني قال لي طب انا ممكن اضغط كل البلانز دي في شهر واحد لان مستعجل او كده او كده. انا حابب اقول لك ان هو ما ينفعش ابدا انك انت تضغط البلان دي، لسبب ان هو اول حاجه ان انت يعني هتفقد، هتمل بسرعه، لانك لو ذاكرت 2 يونتس في اليوم هتلاقي نفسك يعني ما كملتش البلان للاخر. فانا دايما بقول يعني قليل دائم خير من كثير متقطع، يعني دايما خلي ليك عندك يونت في اليوم ولمده 3 شهور احسن ما تخلي 2 يونتس كل يوم ومش هتكمل اصلا الخطه ومش توصل لحاجه. زائد كمان انا عايز اقول حاجه مهمه، ان اللغه يا جماعه او التحضير لاي امتحان بيحتاج وقت، العقل بتاعك بيحتاج وقت عشان يعني تقدر تكتسب اللغه وتقدر تكتسب المهارات المختلفه. لو كان الموضوع سهل في شهر او في اسابيع او كده مش هتقدر، يعني كان في ناس كتير جدا ارتاحت، ولكن هو ده يعني الحقيقه الموجوده حاليا، ان هو ما تقدرش ابدا تختصر كل حاجه في وقت معين. اتمنى يكون الفيديو مفيد، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان كتير من الناس يستفيدوا منه. شكرا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه من حلقات كورس التحضير للايلتس. مع السلامه.